كانت فلاه طبعا ابني الولد ايضا كان يعاني عنده مشكله في فقدان السمع. وتواصلت مع عده دول عربيه وفي الاخير تواصلت مع الاخ محمد علي الرداعي ودلني على الهند ان العلاج موجود وبزراعه قوقعه. والحمد لله تم المجيء الى الهند ورحنا عده مستشفيات في الاخير قرينا على مستشفى استر وسمعته الطيبه. والحمد لله عملنا قوقعه برعايه الدكتور روحيت وتكللت بالنجاح. والان وضع الله ابن ايمن طيب الحمد لله. فنشكر المستشفى مستشفى استر الدكتور روحيت والدليل محمد علي على الجهد اللي بذلوه وشكرا.